اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين لهذه الحلقه من لعبه الامم عبر قناه ميادين، نقدمها هذه المره من موسكو في جناح كان فيه على ما يبدو تاريخيا ستالين على هذه الكراسي وفي هذه الغرف. لا تزال في الواقع الدول العربيه منقسمه حول السياسه الحاليه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعض هذه الدول يعتبر انه ناهض الاطلسي، انه يعيد العداله الى العالم، انه يقيم التوازن في المؤسسات العالميه والدوليه ويمنع التدخلات الخارجيه. والبعض الاخر يعيب عليه دعمه للرئيس السوري بشار الاسد، يعتبر انه دعم الرئيس وانه في دوره في سوريا ربما عطل علاقات اخرى روسيه عربيه. والبعض الثالث ربما الان حذر، يقول ان بوتين له علاقات جيده مع الدول العربيه ولكن ايضا علاقات جيده مع اسرائيل، وربما يخذل العرب كما خذلهم الكثير من الرؤساء العالميين تاريخيا. لمعرفة كل هذا والإجابة على كل هذه الأسئلة ننطلق من هنا من موسكو مع نخبة من الضيوف الدبلوماسيين الذين عرفوا هذا البلد ويعرفونه ويقيمون فيه، وأيضا مع ربما بعض الروس الذين سيقولون لنا، وهم مهتمون جدا بالوطن العربي، سيقولون لنا أيضا هل الرئيس الروسي فعلا سينصف العرب وينصف فلسطين والقضايا المركزية أم لا. أرحب بسعادة السفير شوقي أبو نصار، وهو سفير لبنان وكان هنا قنصلا وسافر ثم عاد سفيرا لدى الاتحاد الروسي بشكل عام. وأرحب أيضا بالشيخ الدكتور عبد الله الحوسني، سفير سلطنة عمان السابق في موسكو، لك أيضا معلومات أو عندك معلومات كثيرة عن موسكو وعن روسيا حضارية وثقافية وليس فقط سياسية. أيضا أرحب من الجانب الروسي بالدكتور أوليغ إيفانوفيتش فومي، وهو نائب رئيس المركز الروسي للمحافظة على التراث الروحي والثقافي في القدس، وسوف نبدأ معك بعد الفاصل لماذا القدس ولماذا فلسطين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور أوليغ، لماذا فلسطين ولماذا القدس؟ لماذا تهتم شخصيا بفلسطين؟ طبعا بالنسبة لي شخصيا كبالنسبة لكل روسي، فلسطين هذا الأرض المقدسة، مكان للمقدسات الروحية الثقافية، مكان للمقدسات للكنيسة المسيحية، وأنا مسيحي، وهذا كان دائما فلسطين الأرض المقدسة مكان زيارات الحجاج الروس منذ ألف سنين. الحجاج الروس كانوا يذهبون إلى فلسطين. بعد الحجاج الأوائل زاروا في القرن العاشر فلسطين والقدس. حتى في روسيا في عبارة مثلا ماسكة راس يسمى في روسيا فلسطيني. يعني مثلا أنا روسي ولدت في روسيا ولكن ماسكة راس غوركي نيجني نوفغراد. أنا كل أحيانا مشتاق أريد أن أزور فلسطينتي. يعني جميلة جدا حين يقول الإنسان أين ولد يقول فلسطيني، يعني مسقط رأسه حتى لو كان في روسيا. طيب الجانب الديني الذي دفعك باتجاه فلسطين فقط؟ والجانب الثاني جانب العدالة، أنا منذ طفولتي كان عمري 7 سنين عندما
احتلت إسرائيل الفلسطين، وأنا شاهد كل ملاحقات الشعب العربي الفلسطيني المسيحيين والمسلمين على سواء، وأنا شاهد مذابح الفلسطينيين في دير ياسين، وأنا شاهد السياسة الاستيطانية، سياسة أليغانا في فلسطين. أنا شاهد الوضع عندما المسلم فلسطيني، ومش فقط فلسطيني، مسلم سوري، مسلم لبناني، لا يستطيع أن يمشي إلى القدس من شان يصلي في الأقصى، وحتى الفلسطيني المسيحي لا يستطيع أن يمشي من بيت اللحم إلى القدس لأن يصلي في كنيسة القيامة. وأنا مع أصدقائي مع زملائي قررنا منذ وقت معين أن ننشئ مركز روسي للصيانة للمحافظة على القيم الروحية والثقافية للقدس ضد تشويه المنظر المعماري، المنظر الثقافي لهذا البلد المقدس من جانب اليهود. ونحن ننادل ضد تهويد القدس الشرقية. سيد أوليغ، لو سمحت لي بعد قليل سأعود إليك لكي تقول لنا ماذا تفعلون بالضبط من أجل منع تهويد القدس، لأنه هذا موضوع مهم. لكن دعني أمر أيضا على ضيفي الكريمين. سعادة السفير، تعرف أنه في الوطن العربي الكثير من الأوهام قتلت جزءا من هذا الوطن العربي. من هذه الأوهام مثلا هذه الدولة تدعمنا وتلك تدعمنا وما إلى ذلك. اليوم جزء من العرب يعلق أهمية قصوى على الرئيس فلاديمير بوتين ويعتبر أنه فعلا هو ينصف العرب. بالمقابل هناك طرف آخر يقول لك لا، هو لا ينصف العرب، هو ينصف جزءا من العرب، وعلاقاته أيضا مع إسرائيل ممتازة. إذا وصفنا الرئيس بوتين اليوم بدوره العربي، ماذا يمكن أن تقول عنه؟ لا شك أنه روسيا انتقلت منذ استلام رئيس بوتين دفة الحكم منذ العام 2000 وحتى اليوم تقريبا، انتقلت يعني من مرحلة ضعف وتراجع إلى مرحلة لها دور أساسي على مسرح السياسة الدولية. صحيح. وقد تمكن رئيس بوتين من إحداث هذه النقلة النوعية وإعادة الدور التاريخي لروسيا على مسرح السياسة الدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما هو معلوم، منذ اندلاع الأزمة السورية المؤسفة وأزمات العالم العربي منذ عدة سنوات، ما يميز الموقف الروسي كان ولا يزال ثبات الموقف. أنا أتابع الأحداث منذ بداية الأزمة السورية تقريبا، وألتقي المسؤولين الروس في الخارجية الروسية، خاصة سيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما يميز الموقف الروسي هو ثبات الموقف وإصرار على الحل السياسي منذ بدء الأزمة، وأن لا بديل عن هذا الحل. طبعا كما تفضلت وذكرت، هذا الموقف قد لا يعجب البعض في البلدان العربية وحتى في لبنان، صحيح، ولكن روسيا جادة في إيجاد حل سلمي يوقف نزف الدماء والدمار في سوريا تحديدا وفي أكثر من منطقة، ولكن تحديدا في سوريا. ولكن لا نختلف سعادة السفير على مسألة، أنه ليست القضية الروسية المركزية هي الحل السياسي في سوريا من أجل سوريا فقط. يعني سوريا هي جزء من معركة كبيرة بين روسيا وبين الأطلسي، أيضا ساحة صراع. لذلك نحن نسأل، هذا الثبات الروسي، هل برأيك وأنت العارف بالرئيس بوتين وبالسياسة الروسية الحالية ستمضي حتى النهاية؟ يعني الرئيس فلاديمير بوتين لن يقبل أن تخرج سوريا اليوم من إطار أولا علاقتها به، وثانيا من الحسم أولا العسكري والسياسي. لا شك روسيا كدولة عظمى لها مصالح في سوريا والشرق الأوسط وفي مختلف مناطق العالم، مثل أي دولة عظمى.
وأنا أوافق أنه السياسة الروسية مثل أي سياسات دولة أخرى تنطلق من مصالح معينة في مناطق معينة. الوضع في سوريا والموقف الروسي من الأوضاع في سوريا لا يمكن فصله عن الأحداث في أوكرانيا مثلاً. صحيح. عندما أصبحت روسيا تحت ضغوط كبيرة من الغرب ومن الولايات المتحدة ومع زحف حلف الناتو واقترابه من الحدود الروسية بعكس ما كان قد وعد به الأمريكيون عند انهيار الاتحاد السوفيتي من عدم نيتهم الاقتراب من الحدود الروسية، طبعا لم يلتزموا بهذا الوعد. وروسيا حاليا ترى حلف الناتو بمحاولات حثيثة للاقتراب من حدودها وبالتالي تهديد الأمن القومي الروسي، وما يجري في أوكرانيا وما سبق وجرى في جورجيا خير مثال على ذلك. صحيح. فروسيا والرئيس بوتين لا شك يوغوسلافيا السابقه وليبيا طبعا عده مكان، ولكن اذكر جورجيا واوكرانيا لانه على باب الدار كما يقال. فلا شك انه الرئيس بوتين والحكومه الروسيه تاخذ خطوات سواء في سوريا او في عده مناطق بالعالم، وتعتبر كما اعلن اكثر من مره الرئيس بوتين لحمايه الامن القومي الروسي من التحديات. صحيح. وال يعني وهو قالها صراحة سعد سفير، قال نحن أيضا ندافع في سوريا عن مصالحنا. تمام. بالدرجة تمام. الأولى. تمام. والرئيس السوري في آخر مقابلة له قال أيضا أن روسيا وإيران تدافعان عن مصالحهما في سوريا. طبعا. طيب سعد سفير، حضرتك طبعا قادم من دولة توصف بالحكمة بالاعتدال، ولا يمكن أن أسألك لتعبر عن وجهة نظر دول الخليج جميعا، لأنه لكم أيضا وجهة نظر ربما تختلف كثيرا في الكثير من الملفات، ولكن يعني لكي نفهم أكثر، أنه يأتي الرئيس فلاديمير بوتين يقول للعالم الأطلسي كذب في يوغوسلافيا السابقة وقسمها، الأطلسي كذب في العراق، الأطلسي اجتاح ليبيا بناء على كذبة الشعور الإنساني والتدخل الإنساني، والآن سنمنعه أن يتدخل عمليا في الشأن السوري ويقلب النظام الموجود. طيب ما الذي يدفع دول الخليج للحذر من الرئيس الروسي؟ هو هذا الموقف من سوريا فقط؟ أخ سامي شكرا جزيلا أولا على هذه الفرصة. أهلا بك. الموروث الحضاري للسياسة الروسية هو أبعد مما نتصور، ليس فقط لهذه المرحلة وهي مرحلة عهد بوتين، بل هناك إرث حضاري يعود للماضي. على هذه القاعدة تنطلق السياسة الروسية من ثلاثة عوامل. العامل الأول الوضع الداخلي والسياسة الداخلية، العامل الثاني علاقاتها الدولية وخاصة كما أشرتم مع الأطلسي، وثالثا هو المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. فهنا على روسيا أن تأخذ موقف يتميز عن غيرها لكي تتعامل بأكثر أريحية مع الأطراف المختلفة. يعني إن روسيا قد تتعامل مع الأطلسي على حد السواء مع الوضع في المنطقة على قاعدة الوضع في روسيا. الوضع الداخلي يعني أساس بالنسبة لهم في القائمة الاقتصادية تأتي في المرتبة الأولى. بالنسبة يعني هل تشير سعد سفير فقط، يعني دعني أوضح ما تضمره ربما في كلامك، هل تشير إلى ضرورة أن تقيم روسيا علاقات ممتازة مع الدول الاقتصادية الكبيرة العربية تأخذ بعين الاعتبار مصالحها أو مصالحها الداخلية؟ أحسنت. بالطبع هذه هي السياسة الروسية. وهذه السياسة الروسية كما تلاحظون قائمة على قاعدة خلينا نقول سياسة معاوية، إذا شدوا رخيت وإذا رخوا شددت، إلى آخر الفهم لهذه السياسة. بنلاحظ أيضا في علاقاتها مع دول الخليج علاقات متكافئة إلى حد ما. الآن علاقات متكافئة، أنا أسميها علاقات متكافئة. أيه. بصراحة يعني مش كثير في مصالح أخسامي، في مصالح موجودة للروس، يعني في رغبة ولكن ليست علاقات أنا متكافئة. أنا أتصور طال عمرك العلاقات الروسية مع دول الخليج
في الجانب الاقتصادي تنمو. وأنت متابع. بدأت تنمو. بدأت من العام الماضي. أحسنت. بالعكس أنت 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 أتيت من آخر الإجابة يعني. هي بدأت تنمو. وهنا على هذه القاعدة على أساس إنه لابد أن تكون لروسيا بعد استراتيجي ليس فقط في العمق الشرق الأوسطي بل في الأجنحة العربية الجانب الغربي والجانب الشرقي. وعلى هذه القاعدة كما يبدو لي أن روسيا أخذت تدير اللعبة باقتدار. علاقتكم بها جيدة في سلطنة عمان. نعم بالطبع. تتحسن بشكل كبير في خصوصا الأعوام الثلاثة الأربعة الماضية. نعم حقيقة علاقتنا بروسيا الاتحادية جيدة وتنمو أيضا، وهكذا مع دول الخليج الأخرى في تصوري أنا في تقديري هكذا. طيب يعني. دكتور أوليغ، المطروح الآن في الدول العربية يعني معروف إنه الرئيس فلاديمير بوتين دعم سوريا في السنوات الماضية، ولكن أيضا رشح الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب موسكو للرئاسة، وعلاقته جيدة أيضا مع الجزائر، علاقته جيدة مع العراق. يعني في مجموعة من الدول العربية العلاقة الروسية المباشرة معها ممتازة، ولكن في مشكلة مع دول الخليج واضح. هل يمكن لك أنت كروسي وكخبير بالشأن العربي أيضا أن تقول لنا ما هي النظرة الفعلية الروسية للخليج؟ يعني هل الرئيس بوتين ينظر إلى دول الخليج أنها تدعم بشكل غير مباشر بعض أعدائه ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في المحيط الروسي من الإسلاميين المتطرفين مثلا؟ هل هذا الذي يقلقه؟ طبعا نحن كسعادة سفير جمهورية لبنان أنه روسيا عندما يدافع سوريا يستهدف المصالح الشخصية، هذا صحيح من جهة واحدة ونحن نعترف بذلك، ونحن كمان نسترشد في خلال الدفاع سوريا بعلاقاتنا الأخوية منذ مئات السنين، وخصوصا نحن نريد تنفيذ قانون الدولة، تنفيذ قوانين حول سلام واستقرار في كل مناطق العالم وخصوصا في الشرق الأوسط. ودائما وطبعا نحن فيما يتعلق بلدان الخليج في عندنا علاقات دبلوماسية وثقافية وأخرى مع كل البلدان. يعني أنا حسب ما فهمت أنه هنا في روسيا مثلا تاريخيا حين يقال عن شخص إرهابي ربما يقال عنه وهابي أيضا، يعني في قلق روسي من الجانب الإسلامي، ثم هناك أيضا في مشكلة روسية تتعلق بأنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط، وثمت كلام صدر عن الروس مرارا أنهم لن يقبلوا بتغيير مجرى أنبوب النفط. الأمر الثالث أن وزير الخارجية السعودية الراحل الأمير سعود الفيصل حذر روسيا مرات عديدة أنه هي ستندم إن استمرت في سياستها هذه في الشرق الأوسط تحديدا حيال سوريا. يعني في مشكلة. لا نحن مهتمين أن تكون علاقاتنا اقتصادية وسياسية مع بلدان الخليج على نفس المستوى زي ما البلدان العربية أخرى، ونحن مش خايفين التأثير الإسلامي، تأثير الإسلام المعتاد، الإسلام التقليدي. بالعكس روسيا البلد مسيحي وبلد إسلامي، حتى الآن عندنا أكثر من 20 مليون مسلم في كلام عن 28 تقريبا، ولكن نحن دكتور أوليغ في كلام عن 28 مليون ممكن 28 يجوز لأنه 20% تقريبا من عدد السكان باشكورتستان، ولكن نحن نعترف وأنا أعترف شخصيا أنه في بعض البلدان خليجية أنا أفضل أن أقول خليج عربي مش خليج فارسي في تيارات وفي أوساط التي تشجع الإرهابيين
المسلمين وهم في الواقع مش مسلمين، داعش، جبهة النصرة وغيرهم مش مسلمين ومش مش العرب، مش العرب. يعني نحن في روسيا ليس ضد العربية السعودية، ضد الشعب العربية السعودية، وخصوصا نحن نقدر موقف سلطنة عمان تجاه سوريا. أنا أقدر شخصيا لأنني كمان رئيس الجمعية الخيرية الروسية سورية. طيب دكتور أوليغ، لو سمحت لي سأعطي الكلام لك سعادة السفير، ولكن نتوقف سريعا مع موجز الأخبار وأعود إليك. ابقوا معنا إن شئتم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين، نقدمها مباشرة من موسكو. نتحدث في هذه الحلقة عن السياسة الروسية مع دبلوماسيين عرب وروس. هل الرئيس فلاديمير بوتين سيمضي في سياسته حتى النهاية؟ سيدعم سوريا مثلا حتى النهاية؟ هل هناك مشكلة مع دول الخليج فعلية؟ هل يوازن بين العرب وإسرائيل؟ هل ثمت مشكلة داخلية مثلا؟ ما هو وضع الإسلام داخل روسيا وخارج روسيا؟ نكمل هذا النقاش مع ضيوفنا الكرام، الدكتور أوليغ إيفانوفيتش وهو نائب رئيس المركز الروسي للمحافظة على التراث الثقافي للقدس، وسعادة سفير لبنان الدكتور شوقي بنصار، ومعنا سعادة السفير السابق لسلطنة عمان الدكتور عبد الله الحوسني. أهلا وسهلا بكم مجددا. طيب كنا ختمنا مع الدكتور أوليغ في الحديث عن مسألة الإسلام. معروف في روسيا أنه يقال حسب الإحصاءات الآن أنه وصل عدد المسلمين ربما إلى 28 مليونا وأنهم يشكلون ما نسبته 20%. يقال أيضا أنه إسلام صوفي سمح معتدل في روسيا لا يخلق مشكلة. هل ذهاب الرئيس فلاديمير بوتين باتجاه الشرق الأوسط وإقامة قاعدة عسكرية أيضا في سوريا، قاعدتين الآن في طرطوس وحميمين، له بعد إسلامي؟ هو قلق من ذلك فعلا، يريد القتال في منطقة الشرق الأوسط كي لا يأتي إليه الإرهاب مجددا، يعادي أو تعاديه تركيا لهذا السبب مثلا؟ هناك نوع من الغبن أو الشعور بالغبن الخليجي تجاهه أيضا لهذا السبب؟ وجود روسيا بسوريا كما سبق وذكرت، ورئيس بوتين نفسه أعلن أكثر من مرة، هي لحماية المصالح الروسية قبل كل شيء. وأكثر من مرة كان هناك ردود من الوزير لافروف والمسؤولين بالخارجية على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان التدخل الروسي لحماية الرئيس بشار الأسد، وكان يأتي الرد دائما أن روسيا تحمي مصالحها في لبنان، في سوريا عفوا، في سوريا. لا شك أن روسيا لأنه عندنا ما في رئيس لتحميه بكل أسد، بكل أسد. نأمل أن يصبح قريبا هناك رئيس. روسيا بالمناسبة تلعب دور إيجابي في محاولة تدليل العقبات لانتخاب رئيس في لبنان. صحيح إلى الآن لم تنجح، ولكن يعني بين هلالين تلعب دوراً الآن، تتدخل بالموضوع، تتدخل وتتكلم بالموضوع مع كافة الفئات الفاعلة في المنطقة سواء إقليمياً أو حتى دولياً. ولكن حسب معلومات سابقة لك سربتها الأخبار، لم تكن مشجعة للجنرال ميشيل عون. صحيح؟ صحيح صحيح صحيح. روسيا تدعو دائماً لرئيس توافقي. منذ بدء الأزمة الرئاسية في لبنان روسيا تدعو لرئيس توافقي، وما زال حتى اليوم هذا الموقف الروسي. سعادة السفير، عذرا على يعني تغيير السؤال ولكن سنعود إليه، آنذاك نشرت صحيفة الأخبار معلومات دقيقة عن لقائك ببوغدانوف. صحيح.
تقول بالدرجة الأولى أنه بما معناه أنه يجب أن يحيد الجنرال ميشيل عون عن المعركة الرئاسية لأنه مشكلة، ويجب البحث عن رئيس توافقي كما تتفضل جديد. وفي كلام كان أيضا عن عدم تحول حزب الله إلى ما يشبه الحوثيين في اليمن. أولا هذا الكلام من حضرتك فعلا الذي سرب؟ هذا الكلام من السيد بوغدانوف تحديدا، هو قال هذا الكلام؟ طبعا وتم نقله بكل أمانة وبدقة متناهية، ومعالي الوزير باسيل يعلم ذلك جيدا، عندما تحدثت معه بالموضوع يعلم ذلك جيدا. ماذا قال بوغدانوف أنذاك بالضبط؟ كان يدعو إلى ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، وذلك من على خلفية حرص الجانب الروسي على انتخاب رئيس مسيحي في لبنان، كون الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. وروسيا لا تخفي اهتمامها بالمسيحيين في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون فيها للاضطهاد وللمعاناة، سواء في العراق كما نعلم ما تعرضوا له أو صحيح. في سوريا. فروسيا تدعم وبشكل دائم ضرورة انتخاب رئيس في لبنان في أسرع وقت ممكن. وهو ذكر لك بوغدانوف ثلاث أسماء: جان قهوجي العماد قائد الجيش، جان عبيد أيضا، وسليمان فرنجي. وسليمان فرنجي نعم. طبعا روسيا، أريد أن أوضح وأكون دقيق في هذا المجال، روسيا لا تتبنى مرشحا معينا ولا تتدخل في مسألة الأسماء، وليس لها فيتو ضد أي مرشح. دليل تدخلت وعندها فيتو. ما عندها فيتو، ولكن روسيا بالعكس، روسيا تدعو إلى الإجماع بأسرع وقت ممكن، إلى انتخاب رئيس يحوز على الإجماع الوطني. وكان المنطق الروسي عندما سرب هذا التقرير الشهير أنه العماد عون لفترة زمنية معينة كانت تقارب السنة وأكثر لم يستطع الحصول على الإجماع الوطني، فلماذا لا يفسح في المجال أمام غيره من الشخصيات المارونية، ومنها على سبيل المثال الأسماء التي ذكرت. وهذا الموقف الروسي كان. والله برافو لجريدة الأخبار، يعني في شيء حصل بينك وبين بوغدانوف وصل إلى وزارة الخارجية ينشر في الأخبار بحرفيته. مين سربه، أنت ولا بوغدانوف؟ طبعا لا نحن نسرب ولا السفارة تسرب ولا الجانب الروسي يسرب أكيد. طيب المشكلة في مكان آخر. طيب نعود إلى قصة المسلمين. نعم، فالوجود الروسي في سوريا أحد كما قلت أحد أهم أهدافه هو حماية المصالح الروسية وحماية الأمن القومي الروسي كما ذكرت. وروسيا ما زالت تتوجس من تجربة الشيشان كما هو معروف، فقد عانت طويلا من مشكلة الشيشان والتطرف الإسلامي والعمليات ضد الداخل الروسي. صحيح. وعندما أعلن الرئيس بوتين عن العملية العسكرية، نشرت العديد من الصحف الروسية والسياسيين الروس عدة آراء أنه ضرورة محاربة المتطرفين الذين ذهبوا من داخل الأراضي الروسية، وليقدر عددهم بين 3,000-3,500 مواطن من أصول روسية ذهبوا إلى سوريا وأصبحوا يحاربون كمتطرفين. فكان أحد أهداف التدخل العسكري الروسي في سوريا هو محاربة هؤلاء قبل عودتهم تماما، قبل عودتهم والاضطرار لمواجهتهم داخل روسيا، مع ما يمكن لذلك أن يكون له من عواقب وخيمة على الداخل الروسي. فهذه أهم الأهداف. روسيا لا شك تحاول أن تكون لها علاقات جيدة مع العالم الإسلامي، وهذا شيء يعني معروف. يعني يقال أنه الرئيس فلاديمير بوتين عنده علاقة ممتازة مع الجالية المسلمة هنا، وقدم للجالية المسلمة وقال كلاما لم يقله أي رئيس قبلها. بالتأكيد الرئيس بوتين والقيادة الروسية حريصة على العلاقات مع الجالية الإسلامية، ولا ننسى أنه كيف ما هي الشواهد، الرئيس بوتين نفسه افتتح منذ حوالي سنة ونصف أكبر جامع في روسيا، ويومها بحضور رئيس أردوغان كانت العلاقات ما زالت جيدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور السفراء العرب والأجانب. وهو جامع جميل، أنا زرته جميل أمس. جميل جدا ومميز. مذهب و. مميز جدا، مميز جدا. والشكل الهندسي رائع. أردوغان كمان. في عدة قبل. ذكرت حضور أردوغان عندما كانت العلاقات ما زالت جيدة مع تركيا. كأنه بدأت تعود. كأنها صحيح بدأت تعود نظرا لوجود مصالح مشتركة للطرفين بالواقع. وخصوصا مصالح اقتصادية، لأنه إذا عرفنا أنه حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا كان عند بدء الأزمة ما يقارب 40 مليار دولار، وكان مرشحا للوصول خلال عام 2020 إلى 100 مليار خلال عام 2020. صحيح. فالفريقين
بالإضافة طبعا لخط الغاز التركي اللي كانت روسية وما زالت لم تلغي هذا الخط بفكرة، بالرغم من كل التوتر شركة غازبروم ما زالت تتابع هذا الموضوع. لبل أنه الرئيس الروسي أعلن قبل الاشتباك اللي حصل وإسقاط الطائرة التركية عن تخفيض 10% من سعر الغاز المورد إلى تركيا. صحيح صحيح صحيح، مصالح مشتركة كبيرة بين البلدين. كأنه الآن جذب الرئيس أردوغان باتجاهه قبل معركة حلب. من الصعب التكهن حول معركة حلب، لأنه ما زال طبعا السياسات الأمريكية والغربية والسياسات الروسية ليست دائما تتلاقى. لا شك وكلنا نعرف أن هناك تنسيق متواصل بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي بشأن الأوضاع في سوريا. صحيح. وهذا يعلنه المسؤولون الروس ولا يخفونه يعني، ولكن لا يمكن أن نقول أن هناك تطابق في الآراء. طبعا هناك مصالح مختلفة بين الفريقين، وهناك رؤية للحل السياسي في سوريا تختلف إلى حد ما بين الجانب الأمريكي والغربي، تحديدا الجانب الأمريكي لأنه هن القوة الفاعلة، وبين الجانب الروسي. ولكن لا يمنع أنه قد يستغل الرئيس الروسي فترة الغياب الأمريكي في الشهرين المقبلين ويذهب أكثر باتجاه حلب، لا ندري. على كل حال، بما أنك تحدثت عن الجانب الأمريكي أيضا سعادة السفير، اسمح لي قبل أن أعطيك الكلام أن أذكر بالمواقف الأساسية للرئيس فلاديمير بوتين منذ مؤتمر ميونخ للأمن عام 2007. آنذاك وضع الخطوط العريضة للعلاقة مع الغرب الأطلسي، يقول التالي: إن ما يواجه العالم من أزمات يعود إلى تمسك الغرب بالمواجهة للمشاركة وممارسة سياسة الهيمنة والسيطرة. إن الإجراءات الأحادية الجانب وفي الغالب غير القانونية لم تحل مشاكل المجتمع الدولي، بل تحولت إلى مصدر لمآسي إنسانية وبؤر توتر جديدة. ظهرت أخطار جديدة مثل الإرهاب، وأنا على قناعة بأننا اقتربنا من النقطة الحرجة. هذا عام 2007. لابد من القضاء على الفقر وتطوير الأمن الاقتصادي والحوار بين الحضارات. لابد من توازن معقول بين مصالح كافة أعضاء المجتمع الدولي. إن الطاقات الاقتصادية لمراكز النمو العالمي الجديدة ستتحول بلا ريب إلى نفوذ سياسي وستعزز نزعة تعدد الأقطاب. إن الآلية الوحيدة لاتخاذ القرارات بشأن استخدام القوة العسكرية كإجراء أخير تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يجوز استبدال الأمم المتحدة لا بالنيتو ولا بالاتحاد الأوروبي. واضح أنه رئيس بوتين كمان كما تفضل سعد السفير والدكتور أوليك أنه عنده مشكلة مع الأطلسي، وأنه الذهاب إلى منطقة الشرق الأوسط في سياق هذه المشكلة عمليا. طب الآن في كلام جدي أنه إلى أين يمكن أن يصل؟ حضرتك بمعرفتك بروسيا تتصور أنه رئيس بوتين يستطيع بإمكانياته أن يتحدث فعلا الأطلسي، أن يوازن السياسة العالمية؟ شكرا. أولا تعلمون أن هذا الموقف هو موقف روسي، طبعا لا يحق لي أن أتحدث باسم روسيا، ولكن في تقديري أن هذه المواقف السياسية الاستباقية التي اتخذها الرئيس بوتين في مؤتمر ميونخ أتصور 2007 ميونخ، صحيح أتذكر، نعم. هذه المواقف فعلا كانت محورية، وهكذا كما أشار الجميع، روسيا الدولة العظمى في العالم والتي حافظت على ذلك خلال 50 عام أو 60 عام لابد وأن تقول هذا الكلام، لابد وأن تقف هذا الموقف الذي يجب عليها أن تدافع عن مواقفها، سواء كانت تلك المتعلقة بأمورها السياسية أو بعلاقاتها مع الجيران أو بعلاقاتها الدولية. من على هذه القاعدة أتصور قضية أن تصل روسيا إلى التصادم مع الأطراف الدولية التي أشرتم إليها أمر لا يمكن أن يحصل في القريب العاجل. ولكن هم تحدثوا عن الوصول إلى حافة الحرب الباردة، وكما تفضل سعد السفير يعني الآن في عندك قواعد عسكرية أطلسية في محيط روسيا، عندك نشر بطاريات جديدة عمليا، عندك الوصول إلى بولندا أو إلى دول البلطيق عمليا، محاولة إدخال دول أخرى محيطة بروسيا بحلف شمال الأطلسي، أوكرانيا أساسا يعني جزء من المشكلة الأساسية هي محاولة جذب أوكرانيا أيضا. نعم يعني كان على ما يبدو لينين يقول إن من يخسر أوكرانيا كمن يخسر رأس الاتحاد السوفيتي. بالضبط، يعني هي الحقيقة كما أشرت، يعني هذه المناطق الساخنة حول روسيا
تعددت الآن، يعني ليس فقط في الجانب الغربي، فلننظر للجانب الشرقي أيضا. طب أنا أسأل سعادة السفير، أنه من ناحية العدالة الدولية، إذا كان بوتين ينشد العدالة الدولية ونحن كعرب عانينا تاريخيا من انعدام هذه العدالة، كم فيتو أمريكي لصالح إسرائيل ضد العرب؟ عم نحكي عن 80 فيتو مش هيك تقريبا مجلس الأمن. طيب لماذا العرب أو جزء من العرب لا يزالون حذرين تجاه السياسة الروسية؟ هو ليس حذر بالحرف الواحد، هي في تقديري الآن وكما أشرتم أن هناك دول تنظر من زاوية مصالح، قد تكون هذه المصالح أمنية وقد تكون هذه المصالح اقتصادية. يعني هي عقدة روسيا كمصالح، يعني سوريا يعني لو انتهى الموضوع السوري برأيك نعم تنفرج كل العلاقات، ولا لا في دول لا تزال حتى اليوم خاضعة لعلاقتها ومصالحها مع الغرب الأطلس؟ لا، هي قضايا أكثر من قضية واحدة في تصوري. هناك قضايا كثيرة في موضوع العلاقات الروسية، خلينا نسميها العربية. لكن دعني أقول لك مثلا عن سلطنة عمان كما أشرتم في البداية. مواقف حضرة صاحب الجلالة دائما قائمة، وهذه سياسة عمانية انتهجتها عمان منذ 45-46 عاما، قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وبالتالي فإن هذه العلاقة على التوفيق بين الأطراف. نعم هذه العلاقة وفقت وستوفق بين الأطراف سواء كانت الإقليمية والدولية، وهذا ما يجعل عمان أن تلعب دورا محوريا في المنطقة. وأعتقد أن روسيا تقدر هذا الموقف، وبالتالي فإن روسيا تسعى جاهدة في أن تبقى مظلة علاقاتها مع الأطراف المختلفة بالرغم مما أشرتم على أن تتطور، حتى وإن كان ذلك قد يعيق الرغبة الصادقة لدى الجانب الروسي في تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة. ولكن تعلمون أن هذه السياسة في أي مكان في العالم تتحرك هكذا ببطء، وكما فهمتم ويفهم الجميع أن لا هناك عداوات ثابتة ولا هناك صداقات ثابتة، العالم يتغير. ليس أصعب من أن تحدث عمانياً بالسياسة. أخ سامي بالعكس، أنا أتحدث معك والله من واقع صادق وبأمانة، أقول لك أنه فعلاً ما نشاهده نحن ليس بهذه السهولة وليس بهذا الانفعال. روسيا يعني تربطها علاقات مع الأطراف الأخرى بقيم اقتصادية عالية، فلننظر إلى المصالح. طيب لنتحدث قليلا عن دعني أكمل الفكرة. تفضل. فلننظر للمصالح. فهل روسيا وكما أشار سعادة السفير ستقدم تضحيات هنا وهناك في سبيل هذه المصالح العملاقة؟ يعني مئات المليارات. قدمت. جيد. يعني عرض على روسيا حسب ما بنعرف وبتعرف بيعرف سعادة السفير، عرض على روسيا مليارات الدولارات لكي تغير سياستها مثلا تجاه سوريا، لم تغير. ما كل ما يقال، يعني كان في إغراء مالي. ما كل ما يقال في الصحف وينشر في هم الذين تحدثوا. الروس تحدثوا، قد يكون تحدثوا، ولكن أنا أقول إن مصالح بوغدانوف قال هذا الكلام. عرض مبالغ هائلة. أخ سامي، كم الأرقام تتوقعها بين روسيا والاتحاد الأوروبي؟ روسيا والاتحاد الأوروبي؟ نعم. عم نحكي بسبعين مليار، 270 مليار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا يعني بالمئة وشيء، بالمئة وشيء، 120-130 بالضبط. هذه أرقام بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الاقتصادية، أليس كذلك سعادة السفير؟ مصالح كبيرة جدا قد لا تنظر روسيا فيها نظرة سريعة، وهذا هذه قاعدة سياسة. شوف سعادة السفير، هذه مسألة مهمة جدا. نتوقف مع فاصل سريع أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم مع ضيوفي الكرام في هذا النقاش، وسوف نتحدث في مسألة ربما كبيرة الحساسية، هل علاقة الرئيس فلاديمير بوتين مع إسرائيل ومع الجالية اليهودية تحصل على حساب العرب، نعم أم لا؟ وستحدثنا دكتور أوليغ عن علاقة جمعيتكم بحماية فلسطين من التهويد مباشرة بعد الفاصل. ابقوا معنا إن شئتم أن تبقوا معنا.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من برنامج لعبة الأمم في جزئها الثالث والأخير. نتحدث فيها من موسكو عن السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط والانقسام الحاصل بشأنها، وإلى أين يمكن أن يصل الرئيس فلاديمير بوتين. طبعا تحدثنا عن علاقات مع دول الخليج، عن مسألة الإسلام السياسي، الخطر من هذا الإسلام، عن السبب للقتال، انخراط مباشر في سوريا، والآن سنتحدث عن العلاقة الروسية الإسرائيلية. ربما الدور لك سعادة السفير. أعود وأرحب بضيوفي دكتور أوليغ إيفانوفيتش، سعادة السفير شوقي بنصار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور عبد الله الحوسني. سعادة السفير، يعني منذ سنوات المفاجئ بالنسبة للكثيرين هذه العلاقة القوية الحميمة على المستوى الشخصي ولكن السياسية القوية التي تتفاقم وتتصاعد بين روسيا وبين إسرائيل. أولا، ما هي الأسباب؟ وثانيا، هل تؤثر على العلاقة الروسية العربية أم ستكون لصالحها بالنهاية إذا كان على علاقة مع الطرفين؟ العلاقات الروسية الإسرائيلية تشهد عصر ذهبي هذه الأيام. كما هو معروف، بعدما قطع الاتحاد السوفيتي علاقاته مع إسرائيل سنة 1967، تم إعادة العلاقات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و 91 92 سنة 91. وفي هذه السنة تحتفل إسرائيل وروسيا بذكرى مرور 25 عاما على إعادة العلاقات الدبلوماسية. ولهذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو روسيا 4 مرات خلال عام ونصف السابقين. زار روسيا 4 مرات، والدليل طبعا على الاهتمام الإسرائيلي بالعلاقة مع روسيا، والاهتمام الروسي الاهتمام ويقبله اهتمام روسي بالعلاقة مع إسرائيل لعدة أسباب. من ضمن الأسباب، أول شيء وجود أكثر من 1,000,000 مواطن بإسرائيل من أصول روسية ودول الاتحاد السوفيتي السابق. يحكى الآن عن 1.5 مليون تقريبا، صار أكثر من مليون حسب الإحصاءات طبعا تختلف، وهناك عدد كبير منهم ما زال يتكلم اللغة الروسية. ونعرف أن وزير خارجية الإسرائيلي الحالي ليبرمان طبعا من رعاية الاتحاد السوفيتي السابق. يا ريت هذبوه شوي قبل أن يذهب إلى هناك. طبعا ففي يعني مجموعة من المواطنين بإسرائيل يشكلون ثقل سياسي من أصول روسية، ولهذا روسيا لها مصالح. حتى كان ملفت أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة لموسكو، تم الاتفاق، وافق الرئيس بوتين على إعطاء تعويضات لليهود اللي يقدر عددهم بأكثر من 30,000 ما زالوا من ضحايا الحرب العالمية الثانية، وبتكلف الخزينة الروسية مبالغ كبيرة. حتى رئيس بوتين اعترف بصعوبتها ولكن قال هذا أمر لابد منه وتم الاتفاق. فقط للإشارة إلى أنه التعويضات، ربما هذه مسألة مهمة أثرتها سعادة السفير، هي 30,000 من أصل 100,000 اعتبروا أنه هاجروا إلى إسرائيل دون أخذ تعويضات عن عملهم. صحيح. كانوا يعملون وذهبوا بدون تعويضات. فروسيا أيضا، يعني جانب روسي حريص على أفضل العلاقات مع إسرائيل وحريص على تطوير هذه العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية. على الصعيد العسكري كما نعلم هناك تنسيق حتى في سوريا. صحيح. عندما بدأت العملية العسكرية الروسية لم يتردد رئيس بوتين والمسؤولين الروس بالإعلان صراحة عن تنسيق مع الجيش الإسرائيلي منعا لحدوث أي احتكاك أو تصادم بالأجواء السورية. سعادة السفير، هذه مسألة مهمة لسببين. السبب الأول أنه تسليم السلاح الكيماوي السوري تفاديا لضربة أمريكية. صحيح. بالنهاية ارتاحت منه إسرائيل، واحد. اثنان، هناك عمليات إسرائيلية تحصل على الأراضي السورية، اغتيال رجال من حزب الله أو المقاومة، وأيضا ضرب مواقع سورية، ولا يتدخل الروسي فاصل الملفين. صحيح. يحكى هنا أنه هذا قد يكون أيضا له جانب إيجابي، أنه بالنهاية الرئيس الروسي لكي يدعم سوريا أو الرئيس بشار الأسد يأمن أيضا ظهره الإسرائيلي، علاقات جيدة مع إسرائيل، ويتصرف بحرية أكثر. يعني لو كان معاديا لإسرائيل وهو في سوريا كان الاشتباك أخطر. كما ذكرت بالسابق، روسيا دولة لها مصالحها مع العالم العربي ومع إسرائيل، وبرأيي هي تفصل، لا يعني لا تقوم بالعلاقة، لا تقيم علاقاتها مع إسرائيل على حساب العالم العربي. صحيح. ولا العكس، روسيا توازن، وهذا أمر إيجابي. تماما، لها مصالحها
البعض في العالم العربي ويمكن كلنا بنتمنى أن تكون علاقات الجيدة مع إسرائيل تخدم بالنتيجة بشكل أو بآخر المصالح العربية، هذا إذا صح. ولكن لا شك أنه عند روسيا حريصة على إبقاء علاقات مميزة مع إسرائيل، وخاصة هذه الأيام يعلن عن ذلك بشكل دائم لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية والسياسية والعسكرية بشكل دائم. ممكن أضيف؟ تفضل. فيما يتعلق علاقات إسرائيل روسية إسرائيلية، أولا أنا أريد أن أقول أنه اليهود الذين تركوا روسيا هم مليون، يأكلون كالو، يأكلون مليون ومئتين ألف، هم أكثريتهم متطرفين أكثر من الإسرائيليين الذين كانوا يعيشون قبل ذلك، وهم يسكنون في المعسكرات غير قانونية، في مستوطنات في الضفة الغربية. وليبرمان هو عدو لدود لروسيا، هذا أريد أن أشير إلى هذه النقطة. ومن جهة أخرى أنا أريد أن أقول أنه حتى فلسطينيين فغمانين والكاد الفلسطينيين يقولون أنه علاقات عادية بين روسيا وإسرائيل من مصالح فلسطين، لأنه خلال هذه العلاقات روسيا تستطيع أن تؤثر على موقف إسرائيلي تجاه حل القضية الفلسطينية. وتحسين علاقات اقتصادية وسياحية بين إسرائيل وروسيا لا تعني أننا نتنازل عن موقفنا، موقف تأسيس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا موقف أنا دائم، وهذا لا يعني أن نتنازل عن مساندة طلب سوريا لعودة جولان إلى الوطن السوري. ولكن دكتور أولاج، يعني ما تتفضل به في الواقع مهم، وأريد يعني أن توضحه لنا أكثر، لأنه سعادة سفير فلسطين كان يتحدث في مؤتمر في موسكو وقال إنه الرئيس بوتين لا يزال يدعم القضية الفلسطينية بشكل كبير، والعلاقات ومنح الطلاب وإلى ذلك. كان خلال الاتحاد السوفيتي الموقف لا يتغير. لم يتغير منذ أيام الاتحاد السوفيتي، لا يزال على حاله حيال فلسطين. ولن يتغير أبداً. صحيفة لا تريبيون جويف، وهي صحيفة فرنسية للجالية اليهودية في فرنسا، تقول بالنسبة للجالية اليهودية المتدينة في روسيا فإن بوتين هو خصوصاً من يحارب معاداة السامية، وهو المعجب إلى حد الهيام باليهودية، وهو الذي يسمح لليهود الروس بممارسة كل شعائرهم الدينية دون خوف. يضاف إلى كل ذلك الزيادة المتواصلة للهجرة اليهودية إلى إسرائيل. يبدو أن عصراً جديداً قد بدأ مع صعود بوتين إلى السلطة، والذي استأنف عام 2012 ولايته الرئاسية الثالثة. يقول إنه بوتين، أو تقول الصحيفة، شن حرباً دون هوادة ضد اللاسامية، تم أقرار قوانين، حصلت اعتقالات للنازيين الجدد، بوتين لا يتسامح مطلقاً حيال أي اعتداء يستهدف هذه الجالية. قال بوتين أمام مؤتمر حاخامي أوروبا في تموز 2014: أعزائي الحاخامين، إني ألتزم أمامكم بمحاربة حازمة لأي تعبير لا سامي على أرض روسيا، وألتزم أيضاً بتدعيم أمن الجاليات اليهودية ومنحها كامل حرية التصرف. طبعا في كلام كثير أيضا عن السيناغوغ الذي افتتح هنا، والعديد من أماكن العبادة. بعض القيادات اليهودية في المؤتمر العالمي اليهودي يرحبون جدا ببوتين. ولكن أغرب ما قرأت قصة في الواقع أيضا رأيتها وجدتها في إحدى الصحف، تقول أن بوتين كان يسكن تاريخيا وهو فقير في عائلة فقيرة، كان يسكن إلى جانب عائلة يهودية، وكان يذهب لعندهم ويتعلم، وصاحب البيت اليهودي أو رب البيت كان يدرسه أيضا، وحفظ هذا الجميل وتقرب من اليهودية لهذا السبب. عندك علم بهالخبرية؟ على كل حال دعينا أعود أولا إلى موضوع العلاقات الإسرائيلية الروسية
في تقديري، بس عندك علم بهذا الخبر؟ في تقديري اولا اخسام انه هذه العلاقات لم تجبني، عندك علم هذه العلاقات؟ ساقول لك حقيقه أوكي. في هذا الموضوع ما سمعته في روسيا الاتحاديه. هذه العلاقات الروسيه الاسرائيليه كما ذكر اخي سعد السفير انها تستهدف ان يكون لروسيا حضورا متميز في منطقة الشرق الأوسط. فطبعا كما ذكرتم وذكر الجميع أن قطع العلاقات لا يؤدي إلى نتيجة، ربما التواصل هو الذي سيدفع بذاك الموقف الانتقال من موقف إلى موقف أفضل. ومن على الموقف الإسرائيلي، نعم نعم نعم، ومن على هذه القاعدة أتصور أن روسيا أحسن التصرف في مد هذه الجسور. لا شك سعد السفير أنه دور التوفيقي للرئيس بوتين قد يخدم العرب ويؤدي بالنهاية إلى عملية سلمية جيدة. أحسنت. ولكن كما يتفضل الدكتور أوليغ أنه نحن نتحدث عن مليون روسي يهودي طبعاً. من المتطرفين عملية. أنا لا أستطيع أن أسمي كلهم، ولكن قد يكون الدكتور أوليغ على حق في تقديره يعني، لكنه الوجود هذا الروسي أو لليهود الروس وجود فعلا فاعل كما ذكر أيضا دكتور أوليك، يعني قال أنه فعلا هذا الوجود له تأثير. بالطبع هذا شيء يعني غير منازع، إذا لك مليون ونصف إنسان في منطقة ما في العالم ستكون لهم تأثير، يعني تشاينا تاون في أي دولة في العالم تكون لها تأثير على علاقات الصين مع تلك الدولة. أتصور أنه هذا الموقف الروسي قد يكون كما ذكر دكتور أوليك أنه بسبب الجالية، أو يكون أيضا رغبته في أن تبقى هذه العلاقات مستمرة وأن تؤثر في صالح الطرف الآخر. فيما يتعلق بالنقطة الأولانية، أنا سمعت هذه القصة، نعم أنا سمعت هذه القصة، ولكن هذا ليس فيه يعني ما يعيب حقيقة، يعني لأنه يقال أنه الرئيس بوتين كان تربطه علاقة، هذا ما سمعته حتى من أقرب المقربين في روسيا باعتبار أنه يسكن في حي، ولكن طبعا أنا لا أستطيع أن أشخص هذه العلاقة بأن تكون على كل حال. وأعتقد أنه سعادة السفير يوافقنا على الأمر، بالنهاية الرئيس بوتين قد يكون أفضل رئيس للجالية المسلمة وأفضل رئيس للكنيسة الأرثوذكسية وأفضل رئيس للجالية اليهودية. صحيح، أفضل رئيس لروسيا الاتحادية. وهذا ما أشرنا إليه حقيقة. رئيس لمماش لكل ملاحظة صغيرة، لازم أن نسمي الأشياء بكلمات صحيح. لازم أن نتكلم حول النفوذ، مش نفوذ يهودي، نفوذ صهيوني، لأنه نفوذ صهيوني لكن غير مكشوف موجود، ولكن هذا النفوذ يتكلل خصوصا لأن اتجاه صحيح، وخصوصا بعد أنه قال رئيس بوتين أنه إيديولوجيتنا هذا إيديولوجية الوطنية، باتريوتيزم هذا يعني حب للوطن، ومن يحب الوطن بصراحة يحب الحقوق الشعوب الأخرى كمان. طيب السؤال فيما يتعلق، وحسنا فعلت بالتمييز بين الصهيونية وبين اليهودية، بالنهاية اليهودية هي ديانة من الديانات السماوية، والجالية هي جالية عمليا أبناء روسيا، ولكن هنا السؤال، هل لهم تأثير الجانب الصهيوني له تأثير في الإعلام؟ لأنه حكي أنه مثلا حين حصلت مشكلة أوكرانيا الإعلام كان ضد بوتين بسبب تأثير الجالية اليهودية، وخط في أوكرانيا هذا تأثير صهيوني، وكثير مما حدث في أوكرانيا هذا تحت تأثير صهيوني. بإطار بنفس السياق العلاقات الروسية الإسرائيلية، لابد من الإشارة والتركيز على ما يميز هالعلاقات من براغماتية بين الدولتين. منلاحظ أنه إسرائيل وروسيا تراعيان مصالح كل منهما، يعني الجانب الروسي
كما هو واضح لا يقوم بضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي، خاصة بما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية كما هو معروف. صحيح. ودور روسيا باللجنة الرباعية صراحة دور محدود. طبعا جانب روسيا يقول انه الفلسطيني يتحملون، جانب الفلسطيني يتحمل مسؤوليه بموافقته على تسليم الملف حصرا للجانب الامريكي وللوزير كيري بمحاولاته المستمره اللي طبعا باءت بالفشل يعني. وبالتالي تراجع الدور الروسي ودور الرباعيه سببه عدم موافقه امريكا على هالدور. فبالمقابل لا يجب ان ننسى انه اسرائيل كانت من الدول إذا بدنا نسميها الموالية للغرب أو الغرب الوحيدة اللي رفضت العقوبات، الالتزام بالعقوبات الغربية على روسيا على خلفية ضم الكريمية للقرم قبل موقفها في جورجيا. قبل بجورجيا بدأت، يعني بدأت الحرب كانت إسرائيل متهمة بتزويد جيش جورجي بالسلاح، وجاء تهديد يقال من الرئيس بوتين تهديد غير مباشر بالرد بتسليم أسلحة متطورة لسوريا وغيرها. ففورا إسرائيل انسحبت من هالموضوع وتوقفت عن تزويد سلاح للجيش الجورجي. ويحكي عن وزير دفاع بجورجيا إسرائيلي. صحيح. ولكن يبدو إسرائيل يقال أو نشر معلومات أنه رئيس بوتين وجه نوع من التحذير عن استعداد روسيا لتزويد سوريا والدول والفئات المقاومة لإسرائيل بأسلحة متطورة. ولكن بأوكرانيا مؤخرا إسرائيل كانت من دول القلائل ذات الاتجاه الغربي اللي رفضت تطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا. صحيح. خلافاً للرأي الأمريكي والرأي الغربي. صحيح. سعد سفير، فقط قبل أن تجيب اسمح لي، أيضاً رئيس بوتين أخذ موقف جيد بالنسبة للعملية السعودية أو العربية في اليمن التي قادتها السعودية. الرئيس بوتين أخذ موقف جيد، يعني لم يعترض على التدخل السعودي في اليمن. نعم، هذه النقطة التي تحدثت عنها سابقا، وهي أن العلاقات الروسية الخليجية قد تكون أكبر بعض الأحيان عما يتصوره محلل سياسي هنا أو هناك. وهنا يقودني هذا السؤال إلى نقطة مهمة جدا. تفضل. وهو أننا لم نتحدث عن حجم العلاقات الاقتصادية العربية التي لا تزالت في تقديري 13 مليار، يعني لا تزال في بسيطة تقديري جدا. أرقام بسيطة. هناك أيضا حاجة يجب أن يفهمها الجميع. من خلال تجربتي في هذا البلد العظيم، القاعدة الثقافية في هذا البلد قاعدة خصبة جدا، ومراكز البحوث الثقافية كبيرة جدا، والدكاترة والعلماء والباحثين كثر. صحيح. العالم العربي لم يصل إليهم حتى الآن للأسف الشديد. هذه نقطة مهمة سعد سفير، لأنه أكمل الفكرة بس. ايه تفضل. طال عمرك النقطة هذه يجب أن تكون متوازية مع العلاقات الاقتصادية والسياسية. صحيح. نحن لدينا تجربة متواضعة هنا في روسيا، قمنا بعدة أنشطة خلال فترة وجودي في روسيا بتشريف من الحكومة العمانية، وأصدرنا كتاب التسامح الذي اعتمد بين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله ومعالي الدكتور لافروف، كان يتحدث عن فلسفة التسامح. هذه الفلسفة التي تؤمن بها روسيا، والتي انطلقنا في الحديث قبل قليل حول مفاهيم الرئيس بوتين. الرئيس فلاديمير بوتين يتعامل مع الوضع من على قاعدة التسامح الروسي. ولهذا السبب نحن تجد الآن حتى الألقاب بعض الأحيان أن يطلق عليك دكتور وأنت لم تصل إلى هذا اللقب كما تطلق علي أنا. هذه حقيقة قاعدة في روسيا كثيرة منتشرة. يعني أنا ألاحظ يعني أكبر المثقفين الروسيين عندما يرتاحوا لك وعندما يستأنسوا بالحديث معك يستمتعوا بأن يطلقوا عليك الألقاب حتى ولم تصلها. طيب، على كل حال دكتور سعد السفير، أعزائي المشاهدين، طبعا ما تفضل به الضيوف الكرام عن العلاقات الاقتصادية 13 مليار بين الدول العربية، كل الدول العربية وروسيا 4 مليارات تقريبا، 4 مليارات بين إسرائيل وبين
3 مليارات وإلى مزيد. يعني بالنهاية يطرح الإنسان السؤال. الأمر الآخر ما تفضل به سعادة سفير سلطنة عمان، يعني على المستوى الحضور الروسي على شاشاتنا العربية، بنلاحظ مثلا من واشنطن انستيتيوت وهي ومعظم في خبراء ليسوا من المؤيدين للعرب دائما على كل شاشاتنا، قلما نشاهد روسا أو صينيين أو من الهند أو من البرازيل أو من أمريكا اللاتينية. ربما هذا أيضا يجب أن يعزز بالإعلام. للأسف انتهى الوقت. شكرا لك دكتور أوليك، شكرا لك سعادة السفير، شكرا لك أيضا سعادة السفير، شرفتمونا في هذه الحلقة من موسكو. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة مقبلة إن شاء الله عبر لعبة الأمم وقناة الميادين، وربما أيضا من روسيا. Thank you.